مرحبا يا أصحابي، اسمي تالو. رح خبركن كيف فينا نحمي حالنا من الإنفلونزا وفيروس كورونا المستجد. بعائلتي عم ننظف البيت كل يوم، وأهلي بيساعدوني نظف ألعابي كل فترة. تنظيف الألعاب بيقتل الجراثيم يلي بتخلينا نمرض. عم باكل منيح واشرب شي سخن مثل ما نصحوني أهلي. لازم كمان تاكلوا منيح وتشربوا مي وعصير. خلال النهار بروح على المدرسة، بالليل عم نام بكير. النوم بكير بقوي مناعتنا. أصحابي بليز خبروا شو قلتلكن لأهلكن وإخواتكن ورفقاتكن.